ما وراء الطبيعة؟ يرجع تاريخ الرواية دي لأوائل التسعينات، لما قرر الدكتور أحمد خالد توفيق إنه ينشر مذكرات دكتور رفعت إسماعيل سنة 93 وتحديدا في شهر مارس. يا ترى مين هو رفعت إسماعيل؟ اتولد رفعت إسماعيل في قرية كفر بدر بالشرقية عام 1924، وعاش فيها لحد والده ما توفى، وسافر بعدها المنصورة مع خاله علشان يعيش مع أسرته، واتربى مع أولاد خاله عماد ومدحت وعبير. رفعت وهو صغير كان مهمل وعنيد وكان عصبي جدا، ولما كبر درس الطب وسافر اسكتلندا علشان ياخد دكتوراه من جامعة دانديه، وكان المشرف على الدكتوراه بتاعته هو جيمس ماكلوب اللي كان ليه مكانة وتقدير واحترام خاصين جدا عند رفعت إسماعيل. وفي الفترة دي اتعرف على حب عمره ماجي، وبالمناسبة ماجي هي بنت جيمس ماكلوب، وعرغم ان علاقته بماجي كانت قوية جدا ومعقدة في نفس الوقت الا انهم ما كملوش في العلاقة دي، وكما يقول الشاعر الحلو ما بيكملش. وبعد ما اخذ رسالة دكتوراه في اسكتلندا رجع مصر علشان يشتغل استاذ امراض الدم بجامعة من الجامعات المصرية، وكانت سيجارته ما بتفرقوش ابدا، علشان كده كان دايما بيوصف نفسه بان هو مزيج من القبح والرفع الشديد والصحة البايظة، وده ببساطة لانه كان صاحب مرض، كان عنده رب وكان عنده انسداد في الشريان التاجي، وطبعا احنا عارفين الحاجات دي سببها ايه، وطبعا زيه زي اي مدخن عادي عصبي جدا وخلقه هنا وبيزق بسرعة. وكان دايما رفعت اسماعيل بيحب يحكم على الناس وينتقدهم في رايحة والجاية، وعلى الرغم من ده ما كانش بيحب ابدا ابدا ان حد ينتقده او يحكم عليه باي شكل من الاشكال. ايه عامل الوحشة دي كلها؟ كل الوحشة دي في بني ادم واحد؟ ده اكيد الناس كانت بتكرهه جدا. لا بالعكس، ده على الرغم من كل العيوب اللي كانت فيه دي الا ان هو كان عنده مجموعة مميزات بتخلي الناس كلها تحبه ويدخل قلب اي حد بسرعة. ومن المميزات دي انه كان ذكي جدا وكان سريع البديهة. مش بس كده، ده كان بيقدر يستخدم ذكائه وسرعة بديهته في انه يخرج من اي موقف معقد بيتعرض له. وهو ده كان سر تميزه الحقيقي، ان هو على الرغم من انه مليان عيوب كتير جدا الا ان هو عنده مميزات كتير جدا زيه زي اي بني ادم طبيعي. ولا كان نجم سينمائي ولا كان وسيم، ده بالعكس، ده انا كنت احلى منه ببدلته الرمادي اللي كان على طول لابسها وبيتباهى بيها بحجه ان هي بتخليه يبان ان هو فاتن. وكمان كان رفيع وقرع، وطبعا احنا عارفين ده بيفكرنا بمين. طبعا انت دلوقتي تهت في كلامي وتخيلت ان رفعت اسماعيل ده شخصيه حقيقيه، لكن احب الحقك بسرعه واقول لك ان هو شخصيه ملهاش وجود وهو مجرد وحي خيال من المؤلف، مفيش اي حاجه اسمها رفعت اسماعيل. وبدات احداث ما وراء الطبيعه سنه 59 لما شاف رفعت اسماعيل محاوله لاحياء مومياء الكونت دراكولا اللي كان بيعملها الدكتور الانجليزي ريتشارد كامينجر. ومن هنا بدات الرحله، ومن اجمل المعالم في الرحله دي هي انها كانت بتتم على فترات متباعده وطويله جدا، وكانت احداثها متتابعه ومستمره لمده 20 سنه. وخلال ال 20 سنه دول 1288 عدد من سلسله ما وراء الطبيعه مليانه احداث ومغامرات وشخصيات جميله. كل الناس اللي كانت بتقرا الروايات في الوقت ده حبت الشخصيات دي وتعلقت بيها جدا جدا. بس للأسف كل حكاية مهما طولت ومهما كان فيها أحداث ومغامرات بيجي عليها وقت وتنتهي. وهنا قرر الدكتور أحمد خالد توفيق أنه ينهي سلسلة ما وراء الطبيعة سنة 2014 بوفاة رفعت إسماعيل يوم الثلاث الساعة 4 الفجر. وفضلت أجيال كتيرة متعلقة برفعت إسماعيل اللي هو شخصية وهمية، وكان في حالة من الحزن الشديد على خبر وفاته. تقولش عبد الحليم يا اخويا. وحب جيل التسعينات لرفعت اسماعيل وسلسلة ما وراء الطبيعة كان سبب في ان كان في محاولات كتير جدا انها تتحول من عمل روائي لعمل بصري، يعني يتحول لفيلم او مسلسل، وكان دايما المحاولات دي بتبوء بالفشل لحد ما جت سنة 2020 اللي هي السنة اللي احنا فيها دلوقتي، او على الاقل يبقى فيها مميزات بدل ما هي كلها كده ضرب ضرب في الشتيمة. تم بالفعل تحويل السلسلة لعمل بصري، والعمل ده من إنتاج شركة نتفليكس، وبطل العمل اللي بيجسد شخصية رفعت إسماعيل هو الممثل النجم أحمد أمين. أنا فعليا بقى أتفرج على حلقات من المسلسل، وأقدر أقول لكم من مكاني ده إنه فعلا بيكتب صفحات جديدة من روايات ما وراء الطبيعة. قول لي رأيك في المسلسل، وهل هو فعلا بنفس مستوى روايات ما وراء الطبيعة ولا هو أقل من المستوى؟ واستنى الحلقات اللي جاية اللي هتكلم فيها عن انطباعاتي في مسلسل ما وراء الطبيعة. كان معاكم أحمد حسن من Learn Different Academy.